Masal TV. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yen bokku yu yen deñu Nazaf TV. Man la Cheikh Mackay Dieng. Tay ma ñu wat di leen dalalat seen émission bi nga xamanteni ci moy ya Hafiz al-Qur'an. Tay nak ñu ngi dalal ben soxna. Ñu gën ko xam ci soxna Ndaye Amy Dieng. Mu wara ñu fi jangal ñu al-Qur'an al-Karim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamu alaikum. Maay tuddu Ndaye Amy Dieng dekk fi Suluga joge Touba dara buñu wax dara Cheikh Ahmed Loustan buy wëndu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Laa minash shaytaanir rajiim. Inna Allaha laa yastahyi an yadriba mathalan maa ba'udatan famaa fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما